علي المولى، وصلت يا غالي، حجاوبك على سؤالك بقصة صغيرة. هي القصة بتقول: يا علي بيي وبيك عن الغلط منعونا، مسافة كبيرة بالتربية عنه بعدونا، حكم مواعظ ودروس عطونا تمنوا يحمونا، لكنه قوي يا علي وللأسف مغري وخسيس، أعوانه بهالدنيا كتار وبفكرة لذته أغوونا، وبالغلط أحيانا وقعونا. هو من طبعه غدار، بيجيك بيعلقك فيه وبيرميك، ويمكن عسابع درك يوديك، مثل السمعة مهل بيغل فيك بخلايا جسمك وأعصابك تيأذيك وتينهيك. عنده مزايا كتير بتخليك مشدود مشدوه متعلق فيه، لكنه بالأخير يا علي وتذكر، هو يلي بيي وبيك وصونا بالصدق ننهي. سؤالي: ليش القناعة صارت قطعة ذهب عتيق كنت شوفها عقيد ستي، شكلها وقصتها وجودها وإرثها حاملة حقيقة، وبهالوقت صارت وإذا التقت جريمة والحكم فيها غشيم مهبول أهتر، لو كان فهمان كان عمل أكتر، لو كنت مكانه كنت عمرت قصر وحجار القصر من ذهب أحمر. سؤالي موجه لملحم زين أبو علي، ناطر جوابك.